اوكي، لكن عندنا هلا بنفس الشابتر اللي هو تشابتر 7 بعدنا، نحن خلصنا بقسم الليمتس الكالكوليتنج اوف ليمتس. هلا القسم الثاني هو الاسمبتوتس. اوكي، في نوعين اسمبتوتس رح نشتغل فيهم بهذا الدرس، هن الفيرتيكال اسمبتوت والهوريزونتال اسمبتوت. نرجع لأمريكا نشتغل بعدين بالشابتر 1 فوليوم 2 بس ما نشوف. هلا اول شيء قبل ما بلش بدي هيك ذكركم هيك شوي هون على الشاشه بجريد 9 بقصص كيف كنتوا ترسموا لاين وشو نوعيته للاين. اوكي، يعني مثلا راح ترسم انا هيك اوتونوما سيستم. اول شيء ما في رسم، ما تخافوا، يعني هلا بهذا الدرس ما في رسم بعدنا، بس لتتذكر شيء يعني فيرتيكال لاين وهوريزونتال لاين وشو الايكويشن تبعه. اوكي، اذا عندي انا اوتونوما سيستم هون، كلكم بتعرفوا الاوتونوما سيستم هو اكس برايم او اكس واي برايم او واي، صح؟ هول شو ال اكس اكسس، هيدا بنسميه الاكسس اوف سيستم، صح؟ هيدا اللي هون. طيب سؤال، اذا بياخذ بوينت هون عليها البوينت اللي هي 1 سميها A. اوكي، واذا بياخذ بوينت تاني رح سميها B. اذا طلبت منكم هلا تطلعوا لي الكوردينيتس لل A وال B شو بيطلع؟ A شو الكوردينيتس لل B؟ بتذكر ايش بجريد 9؟ 1 0 1 0 كثير منيح. ال B ال B شو الكوردينيتس لل B؟ 0 minus 2 0 minus 2 0. لحظة، في ناس قالوا 0 minus 2، في ناس قالوا minus 2 0. minus 2 0 minus 2 مو 0 minus 2، لأنه x لها هي minus 2، صح؟ انتبهوا للموضوع. طيب برأيكم لو شو ما أخذت الـ O حياخذ الـ O نفس الـ origin، الـ origin شو الكوردينيتس تبعه؟ كلكم بتعرفوا إنه هو 0 0، صح؟ طيب الفكرة اللي بدي أقولها إذا بتاخذوا حيلا بوينت على الـ x axis، شو فيها شيء مميز؟ شو فيها شيء مشترك بين كل البوينتس؟ y equal 0. الواي تبعها equal to شو؟ equal to 0. من هون نستنتج انه the axis of abscissa اللي هو x prime x its equation is y equal to what؟ equal to 0. واضح؟ اولي لازم تعرفون الايكويشن. الايكويشن اللي كان للx axis هي شو؟ y equal to 0 لسبب انه every point on this straight line its ordinate is equal to what؟ equal to 0، صح؟ اوكي. بالنسبة لل y axis برأيكم فيكم تقولوا لي بسرعة شو راح يطلع الـ equation تبعه إذا بنفكر بنفس المنطق؟ x equal equal to what؟ to 0، مظبوط؟ 0 0، لأنه every point on this straight line its abscissa equal to what؟ equal to 0، يعني 0 point بتحطوها هون تطلع مثلا هيدي 0 1، هيدي 0 2، هي اللي تحت 0 minus 1 etc. مظبوط؟ طيب خلينا نبلش بنوعية اللاين. الواي برايم واي حبلش فيه، برجع هيدا. هيدا اللي رسمه أنا كلاين كشكل، هيدا فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ الواي اكسس فيرتيكال. فيرتيكال، كل شيء فيرتيكال طلعوا شو الايكويشن تاعته طلعت؟ اكس ايكوال تو وات؟ 0. مظبوط؟ طيب ليش رح أعمل هلا؟ رح أرسم لاين تاني. اسم شكل لاين عايز نقولها ليطلع صح. هيدا اللاين اللي عم برسمه شو؟ هيدا اللاين برايكم شو راح يطلع الايكويشن تبعه؟ x equal 0. x equal to what؟ 0. ليش؟ كل تو. قال x equal to 0 على شو اعتمدت؟ طلعوا إذا بتاخذوا حيلا بوينت على هيدا اللاين. أوكي؟ إذا بناخذ هالبوينت نفسها شو الكوردينتس تاعتها هاي البوينت؟ هاي بتطلع 2 0 صح؟ 2 0. إذا بناخذ هالبوينت اللي هون شو بيطلع الكوردينتس تاعتها؟ 2 شو؟ 2 1. 2 1. إذا بنزل لتحت، إذا بياخذ هالبوينت اللي هون شو الكوردينتس تاعتها هاي؟ 2 شو؟ 2 minus 1. شو في شيء مشترك بالكل؟ x equal to x equal x equal to معناتها هيدا اللاين اللي هلا رسمته انا its equation is x equal to what؟
2 2 الواي اكسس من شوي طلعت اكس ايكوال تو وات 0 اثنيناتهم شنو نوعيتهم فيرتيكال ولا هوريزونتال فيرتيكال بالكوردينيت سيستم every vertical line عم برسم انا بشكل عشوائي هلا every vertical line its equation is x equal to a certain equal to zero احسميها a شو ما كانت لا لا مش دول زيرو okay. every vertical line هي x equal to a constant مين بتكون هيدا الكونستانت عارضا هي الx لحا يلا بونت مارق فيه يعني من شوي لما حدا قال 2x equal to عشو اعتمد اعتمد انه هيدا line passing through this point اللي هي الاكس اللي هي equal to what 2 صح 2 الواي اكسس باس باسس ثرو او معناتها الاكس تاعيته ايكوال تو وات ايكوال 0 طيب انا اذا باخذ هلا حيالله لاين ثاني هيدا مثلا هيدا اللي رسمه هيدا سيمز لايك وات باسنج ثرو وات هون ماينس 2 اكس ماينس 2 اكس ايكوال ماينس 2 فان جنرال ذا ايكويشن اوف اني فيرتيكال لاين از ان ذا فورم اكس ايكوال تو وات اكس ايكوال اتفقنا اي طيب. ماشي هلا بعشان نروح على رسمته هلا بالنسبه للهوريزونتال نفس الشيء مره ثانيه وقت الهوريزونتال لاين اذا بترسمه حيالله هوريزونتال لاين اتس ايكويشن شو راح يكون واي ايكوال تو اس كونستانت راح تصير بشكل عام فيها تكون واي ايكوال 0 واي ايكوال 1 واي ايكوال 2 اللي بدكم اتفقنا عليهم لهون او بس هيك عم نذكر انه بالكوردينيت سيستم الفيرتيكال لاين الايكويشن تاعيته اكس ايكوال اي الهوريزونتال لاين الايكويشن تاعيته واي ايكوال ال A وال B بيكونوا أرقام بكون أنا معطيك فكرة عنها متعدد الألوان بيكون أرقام بس أنا بس بهمني هلا نتذكر إنه every line in the form x equal constant مش ضروري سميها A يعني عشان ما تحفظوها x equal حيالله رقم هيدا يعتبر vertical line صح وحيالله yes. line in the form y equal constant شو حيكون نوعيته هيدا إذا بترسمون بالسيستم horizontal horizontal اتفقنا؟ هلأ نرجع لأول part بس قبل عشان ما نعجل حدا عنده سؤال بعد هون قبل ما نروحيون لأنه بيعمل لهم كتير قبل لا أسأل أوكي نجي هلأ للvertical asymptote هلأ ليك فكرة الأسمتوت بعدين حنشوفها أكثر على الجراف بس نرجع على المدرسة راح فرجيكم عليها على الجراف أكثر بشكل أوضح هلا حنطبق بس قاعدات نحن كيف نبرهنها باي كالكوليشن أوكي طيب أول شيء بده يكون في عندي فانكشن طبعا أنا سميته هون الفانكشن F بده يكون في عندي نمبر أنا سميته هون A وهيدا النمبر بده يكون مش موجود بالدومين أوف ديفينيشن هلا بتشوفوا كيف بالإكزامبل يعني هيدا النمبر بده يجيب الليمت عليه بده يكون does not belong to the domain of definition واضح؟ طيب. وكل function لازم يكون معرف لك curve ما رح توصم curve انت ما تخاف بس لازم يكون عندها curve لأنه الأسمتوت نسميها لـ curve أنا هون اعتبرت أن الفانكشن هذه الـ curve تعيدها سميته شو؟ C okay? By definition ركزوا منك We say that the line of equation X equal A X equal A منقول عنه vertical asymptote F يعني شو لازم برهن للبرهن من عندك vertical asymptote if you find the limit of the function as x tends to a واضح مش هي بدي برهن انا x equal to a لتبرهن yes. انه line x equal a is a vertical asymptote بيكفي تبرهن انه limit للfunction as x tends to this number a equal to what equal infinity يا plus infinity يا minus infinity ما فارقة هي رح تطلع معك يا بلس انفينيتي يا شو يا ماينس اذا طلعت بلس انفينيتي او طلعت ماينس انفينيتي معناتها بنستنتج انه ذا لاين اوف ايكويشن طلعوا هون اكس تندز تو وات تو اي صح اذا اكس تندز تو اي يعني اللاين ايكويشن تاعته اكس بكل بساطه ذس لاين بنقول عنه از شو از فيرتيكال اسمتوت تو ذا كيرف الاختصار تبعه لبعدين حنصير نحطه بهالشكل في اي هيدا متفق عليها بالمعرفة في A يعني vertical asymptote اوكي فالقصة بس انك تطبق limit يعني القصة عم نجيب نحن limit بالطريقة اللي بتعرفوها هلا انه بس تجيبوا limit للfunction as x tends to a number A بيطلع infinity بتستنتج اوام انه x equal A is a vertical asymptote هتقلي طيب يا استاذ شو هو ال A انا بكون مساعدك عنه انا بكون مساعدك عنه ما تعرف اوكي طيب.
اوكي. قبل ما نروح على الهوريزونتال اسمبتوت حنعطي تو اكزامبلز على الفيرتيكال بعدين بنروح على تاكسون. هلا بتفهم اكثر انتم من خلال الاكزامبل. عامل تمام. Given the two function f of x equal to x minus 3 over x minus 4 and g of x equal x plus 2 over 2x squared minus x minus 4. Let c and c prime their curve. يعني انا اعتبرت c هو الكيرف لf والc prime هو الكيرف لمين؟ للg. Okay. First part عم بقول لكم انا ساعدتكم هون عم بقول لكم calculate limit of f of x as x tends to what? To 4. حددتنا 4 minus. 4 minus. هلا فيها تكون 4 minus 4 plus whatever ما عندي مشكله. المهم انه x tends to 4 يعني هون ال a من هي؟ يعني عم بحكي عنها 4 limit of this function. انا هون شو قلت لكم هلا انت كلمت بتعرف تحلها هي اللي ما لها علاقه بالاسمبتوت صح؟ بتعرف تشتغل منها. السؤال هو deduce an asymptote. انت بدك تحدد الاسمبتوت. اسمعوا مني لما بنقول لكم deduce an asymptote بدك تحدد الايكويشن تاعيتها واحد ونوعيتها اذا vertical او horizontal اثنين. فهمتوا؟ يعني في شغلتين بدنا نتحددهم. مش بس بدك تكتب لي VA او HA تبعتين، بدك تكتب لي الايكويشن تبعها للاسمبتوت. كلير؟ طيب خلينا نجيب الليمت اوف ذا فانكشن از x tends to 4 minus. هون شو بنعمل بكل بساطه؟ از x tends to a number هي هي الفانكشن نجيب الليمت لها صح؟ بيكفي نعمل سبستيتوت للx باي شو؟ باي 4. اي 4 صح؟ اذا حطيته فوق محل الx 4 شو راح يصير؟ 2 times 4 equal to what؟ 8 minus 3 5. over هون عندي 4 minus 4 هلا هيدي لانه 4 minus 4 0 minus 4 minus بما انه هي before 4 معناتها الديفرنس حيكون 0 شو هون؟ 0 minus صح؟ هول المواضيع اشتغلنا كثير عليهم بالصف. 4 minus هو كانه 3.99 مثلا اذا بتنقصه من 4 حيطلع نيجاتيف يعني حيطلع 0 شو هون؟ 0 minus كرمال تحدد الساين لهون كلير؟ لعند 5 over 0 yes. minus هلا number over zero tends to what بعالم الليمتس؟ infinity رقم على zero هي infinity. هون plus ولا minus infinity وليش؟ minus يعني zero minus يعني negative. مش بس لأنه zero minus negative لأنه فوق عندكم يا five شو الساين تبعه؟ positive. فهي positive على negative هي شو تعتبر؟ negative. negative. minus شو هون؟ minus. هون عم اشتغل بس limits. حدا عنده سؤال قبل ما اروح على الاسمبتوت؟ استغنى برهنا لكام انه الليمت للفانكشن از x tends to 4 minus equal to what equal minus infinity حسب الرول عندي اسمبتوت ولا لا؟ limit of f of x as x tends to a number اذا طلعت infinity طلعت infinity ولا لا؟ طلعت infinity. مستنتج انه the line of equation x equal to this number اللي هو شو هون؟ اللي هو 4 is شو؟ vertical asymptote. هتسألوني ليش ما حطينا استاذ x equal 4 minus؟ باللاين ما في شيء اسمه x equal 4 minus و 4 plus هو زي بنفس اللاين فبتعتبروه x equal شو 4 اوكي؟ وضحيت؟ 4 a يعني vertical asymptote بدك تحدد دائما لمين؟ ال vertical asymptote بكون عادة للكيرف شو اسمه الكيرف تبع ال f؟ شو سميناه نحن من شوي؟ سميناه اسم فهو vertical asymptote للكيرف اوكي؟ سؤال لو كنتوا جايبين limit as x tends to 4 plus هيفرق شيء كان الجواب؟ لا x tends to 4 plus لا بس شيء plus infinity جاوبنا بس حنستنتج نفس الاسمبتوت ولا لا؟ لا انا عم اكتبها هلا بلا لو عم بتجيبوا كنتوا 4 plus الفرق انه كان حيطلع اخر شيء 5 over 0 plus يعني infinity plus infinity كمان plus infinity in the two cases أنا فارقة معي إذا بلس ولا ماينس انفينيتي؟ ما فارقة معي. No. The limit للفانكشن as x tends to a number طلع انفينيتي معناتها in the two cases بستنتج إنه x equal this number اللي هو 4 is شو؟ vertical asymptote. شو المقصود فيها على الجراف هاي؟ هلا بعدين بكره بنعلمكم إياها. المقصود بكره إنه بس ترسموا هيدا اللاين اللي هو x equal to 4 صرت بتعرف ترسموه صح؟ تاخذوا 1 2 3 4 وبترسمه هلا الفرق بكره بالفيرتيكال بنصير نرسمه هيك مقطش ما بنرسمه لاين عادي بكره بتعرف ليش هيدا اللاين حيكون شو بكره اسمبتوت
ليك هشرح لكم هلا شو مقصود فيه الفيرب اسبتوت. اول شيء فهمتوا كيف رسمناه؟ نرسم اكس ايكوال 4 نرسم فيرتيكال صح. الفيرتيكال اسبتوت للكيرف معناتها الكيرف هون هو مرسوم بيكون عم بيقرب على الفور من فوق او من تحت بدون ما يتقرب. يعني مثلا ليك شو هون راح اعطي اكزامبل. شفتوا الكيرف هون شو عم يعمل هلا؟ عم بيقرب على اللاين 4 عم بيقرب بدون ما شو بدون ما يتقرب. شايفينها؟ كل ما يقرب شوي شوي عليها معناها هيدا اللاين يعتبر شو؟ يعني جيومتريكالي اذا بدكم او جرافيكالي the line is set to be an asymptote to a curve when the curve approaches to this line على plus infinity يعني من فوق او من تحت يعني حتى من تحت فيكم. شايفين كيف؟ طبعا بكره هولي حيتعلموا كيف ترسموا، هلا ما حدا يسالني كيف ترسمها، بس انا عم فرجيك اذا انا معطيك رسمه، فهمتوا كيف بنعرف انه هو اسمتوت؟ لما بتصيروا تشوفوا انه الكيرف عم يقرب على اللاين شوي شوي، يا من جهه فوق يا من جهه تحت، بدون ما يتقروا، يعني هيدا اللاين شو بكون؟ بكون هو اسمتوت لهيدا الكيرف. اوكي؟ مش الحال؟ طيب، حناخذ الاكزامبل الثاني كمان على الفيرتيكال، بس هون سالته بشكل مختلف، سالته بصياغه ثانيه. هون قلت لكم هلا حنروح للجي اوف اكس. انه الكيرف تاعتها سكه. هالمره ما قلت لك كالكوليت، جيت سالتك اياها فرد مره، show that the line of equation x equal minus 1 is a show is a vertical asymptote to secant. مش الحال؟ طيب يعني هيك سالتك يعني الـ A انا اعطيتك اياها قد ايه؟ A هون equal to what؟ Minus one. Minus one. مطلوب منك الدارين حسب الديفينيشن. You have to prove that limit of f of x as x tends to what? Minus one. لازم هيدا الليمت يطلع equal to what? Equal to infinity. يا plus infinity يا شو؟ يا minus. منيح لهون؟ هلا ليك وهي المفترض yes. صراحة تجيبوا انتوا الليمتس على الطرفين على minus one minus وعلى minus one plus. بس انا هون لانه ما عم اشتغل ليميت عم اشتغل اسمتوت فيني اجيب بس ليميت از اكس تندز تو وات تو ماينس 1. شو بيجي بعمل؟ بيجي بعوض محل الاكس ماينس 1 هون وهون. اوكي فوق طلعت معكم 1 وتحت رح تطلع معكم شو؟ 0. طيب هيدي الزيرو اللي تحت هي مش اكزاكتلي زيرو، هو نمبر شو؟ قريب لمين؟ نمبر نير تو شو؟ قريب للزيرو. يعني هيدي كانه هون مثلا 1 over 0.0001 او 1 over minus 0.0001. انا ما حددت اذا minus 1 plus او minus 1 شو minus. بس in the two cases اذا عندكم انتم باللميتس number over 0 number over 0 tends to what بيطلع دائما؟ infinity. فارقة معي انا شيء اذا plus او minus infinity؟ لا. معي لانه بالحالتين لا. if limit of the function as x tends to minus 1 equal to infinity then the line of equation x equal minus 1 شو راح يكون؟ vertical asymptote. فهمتوها؟ وضحت فكرة الاشكال؟ ايه هي بالنهاية رول بدكم تحفظوها يعني هلا المفروض تعودتوا حالكم عليها. انه لما بتجيبوا الليمت لفانكشن as x tends to a number x from 1 اذا طلع هيدا الليمت infinity معناتها بنستنتج اوام انه x equal to this number is a شو؟ is a vertical asymptote. مش الحال؟ اسمتوت رح نعمل كلير هلا وننزل على الهوريزونتال اسمتوت. اني كويستشن؟ نو نو حننزل للهوريزونتال، الهوريزونتال ما رح نتعذب فيها مثل الفيرتيكال، حتلاحظوا هي نفس الفكره بس بالعكس. اوكي؟ يعني الاكس بتصير الانفينيتي والواي بتصير هي النمبر، شوف هيدا الهوريزونتال اسمتوت. شوفوا اذا قريتوها اصلا لحالكم هلا حتفهموا. عم نقول هون كمان بدكم يكون عندي function وفي عندي curve و b is a real number. We say that the line هالمرة y equal to b هو horizontal asymptote. شفنا بأول السيشن ال horizontal line يعني بيكون شكله شو ال equation تاعته y equal to a constant صح؟ فهالمرة ليكون عندكم y equal أنا سميت number b عشان ما نسميه a مثل هونيك ونضيع. اتفقنا؟ بس هن بالنهاية ال a أو ال b هن أرقام. اوكي؟ We say that y equal to b is a horizontal asymptote. شوف شو بخبرنا هون. If limit of f of x هالمرة x tends to what? Infinity. طبعا هلا هون صراحة infinity. هون لازم تكونوا جايبين يا tends to plus infinity يا tends to شو? Minus infinity.
is a limit as x tends to infinity. طلع رقم اللي هو سميته b معناته نستنتج إنه ال y equal this number is شو is a horizontal. فهمتوا الفرق بينه وبين ال vertical؟ هأرجع عيد. هأكتب لكم هون ال vertical اللي ما حد فوق مش ما حد يعني عشان بينهم. ال vertical هي أفرجيكم على comparing بيناتهم بس. If limit as x tends to a number give us infinity. هونيك بنستنتج إنه x equal this number هو شو بيكون va. مظبوط؟ ايه على الهوريزونتال. شوفوا هون عكس. على الفيرتيكال. تبدلت. هونيك كان الليمت از x tends to number هون الليمت از x tends to شو؟ infinity. هونيك الليمت طلع infinity هون الليمت بيطلع شو؟ بيطلع number. يعني كأني بدلتهم. فهمتوا شو عملنا؟ هالمرة ليش ال y equal to b؟ مين هو اللي approaches to b هون؟ x ولا ال f of x؟ شو معناتها هيدي الـ definition؟ هيدي معناتها انه لما الـ x عم بيقرب على infinity الـ f of x عم بيقرب على مين؟ على b. البي. الـ f of x بعالم هي الـ y. ديتا الـ y بالضبط. فهمتوا كيف؟ فهون كأنه الـ y approaches to شو؟ to b. ليكم عم بشرح هول قصص كرمال ما تحفظوا هيك عن عبس، كرمال تفهموها. ما بدي اياكم تضيعوا بين اثنين، بكره بيطلع لي تلميذ بيقول لي استاذ انا فهمان جيب الليمت بس كتبت لك بالامتحان مثلا فيرتيكال بدل الهوريزونتال، ما انتبهت. انا لما تضيع لما تحفظهم عم فهمك اياهم. هي الليمت بتدلك، طلعوا هون، هون الاكس تنس تو شو؟ تو انفينيتي، مين هو اللي تنس تو بي؟ الاف اوف اكس اللي هو مين المقصود فيه؟ الواي، يعني الواي بي هو الاسبتوت. ونحن اتفقنا باول الساعه انه كل لاين شكله y equal constant بيكون هيك، يعني بيكون شكله شو؟ horizontal. فهمتوا كيف؟ فهي اللي صارت اتش اي. مش الحال؟ لكن هالمره اذا عم تجيبوا الليمت على الانفينيتي وطلع نمبر انا سميته b معناتها بنستنتج انه y equal this number is the horizontal. طيب اللي حاعمله هلا حاخذ نفس الاكزامبلز هن زيتهم بس اسئلتين رح حاول خلي هلا تبين. يلا هي الفورمولا فوق بعدها، اوكي؟ شايفينها عندكم؟ y equal b ليكون horizontal asymptote لازم برهن انه الليمت على infinity equal to what؟ to b. جيت اخذت the same two function f and g. اول part عم بسالكم calculate هالمره limit ال f of x as x tends to what؟ to plus infinity. Reduce an asymptote. طيب كيف كنا نشتغل limit على infinity بالصف؟ للبولينوميال fraction. بدنا ناخذ ال highest degree over the highest degree. متذكرين؟ ما تنسوا ما اشتغل الليمت. لكن الليمت يعني هالمره ما بنعوض من فوق على الانفينيتي لما بتكون اكس تنس تو الانفينيتي بكل بساطه بناخذ المونوميال اللي عنده الهايست ديجري على المونوميال اللي عنده الهايست ديجري فبيطلع ليمت لمين؟ 2x over x. We simplify by x we get what؟ 2. مش الحال؟ قلناها؟ لكن هعيد limit of the function as x tends to plus infinity بتذكر هون وطلع الفانكشن بما انه شكلها polynomial over polynomial و x tends to infinity شو بتقول الرول بالصف؟ هي بتعمل فورما في التعليم هي المفروض infinity اكبر هي infinity over infinity بس احنا شو تعلمنا؟ بس يكون x tends to infinity دغري بنروح للهايست ديجري الهايست ديجري على الهايست ديجري بالضبط بنعمل هايست ديجري على الهايست ديجري بنعمل simplify بيطلع equal to شو؟ طلعت فكرة الأسمبتوت ولا لا؟ جبنا الليمت yes, to infinity قد طلع معكم 2 معناتها 2 هون مين هو؟ هو ليمت لمين؟ للاف للاف اوف اكس ليمت للواي فهمتوا؟ يعني هون الواي ايكوال 2 اذا شو؟ horizontal asymptote عارفكم شغلة من هلا بس الكم ديديوس على الأسمبتوت ممنوع تكتبوا بس وحده بكره بيجي تلميذ بيقول لي اتش اي بس بده يكتسب لتاخذوا العلامة كاملة بدكم تكتبوا شغلتين، أول شيء بدكم تكتبوا الإيكويشن 1 هيدا أول شيء، الإيكويشن تعيدها y equal to مش x equal to، وثاني شيء بدكم تقولوا له شنو نوعيتها لهي الإيكويشن اللي هي هون شو؟ horizontal asymptote. أول الاثنين بدكم تكتبوهم مش وحدة منهم. مفهوم؟ أوكي؟ الإيكويشن بعدين شنو نوعيتها إذا هي h a أو v a. ماشي؟ ثاني اكزامبل نروح للبي هننزل لتحت رح احاول اخلي الجي اوف اكس مبين اوكي بعدها مبين
بعدها مبينه فوق جي اوف اكس صح؟ يس yes. اوكي هلا السؤال ليكو كيف؟ show that سألتكم شوي بشكل indirect show that the axis of abscissa is an asymptote to the curve C'. نحن هذا C' جي اوف اكس. طيب انت بالنسبه لك شو هو الاكس اوف abscissa؟ شو الايكويشن تاعيته؟ اذا ناسي برسم انت لاين هذا الاكس اوف abscissa صح؟ هذا الاكس برايم اكس اكس برايم اكس يا شباب ويا صبايا شو الايكويشن تاعيته طلع معنا شوي واي ايكوال بي ايكوالز يعني كانه عم بيقول لكم عشان هيك سالوا بشكل دايركت كانه عم بيقول لكم شو ذات ذا لاين اوف ايكويشن واي ايكوال تو زيرو اذا شو اذا انتبهتوا ما حددت لك شو نوعيته انت لازم تفهم لحالك الابسيسا شو نوعيته بتكون هوريزونتال ولا فيرتيكال هيدا مرسوم كلكم بتعرفوا بالانجلش يعني هوريزونتال هذا هوريزونتال فانت لازم تفهم لحالك هون انه مطلوب مني انا كتلميذ برهن انه the line of equation y equal to zero is شو horizontal صح؟ وشو لازم اعمل؟ ترجعوا للديفينيشن لازم برهن الليمت على infinity equal to zero صح؟ طيب سامحني هلا الفانكشن g of x هي شو كانت فوق؟ معش بينت ما بعرف هي كانت فوق اكثر شيء عندكم x صح؟ ال highest degree فوق مش كان x اذا بترجعوا لها لا اسف اوكي يعني هي الليمت هيتها كتبها تحت الليمت للهايست ديجري اللي هي اكس على الهايست ديجري تحت اللي هي مين 2x2 2x هون لاحظوا لانه ما حددت لي على اي جهه بدي اضطر اجيب التو ليمتس على الماينس انفينيتي وعلى شو وعلى البلس انفينيتي بس اني صراحه هيطلعوا هون زين اوكي الليمت على الماينس انفينيتي لتين الليمت للهايست ديجري على الهايست ديجري عملنا سمبليفاي بالاكس بقي عندي فوق 1 وتحت شو عوضوا هلا شو راح يطلع عندك؟ لا استاذ مش انت بتحط لي اياها؟ نعم ليه جبناها على الاثنين؟ ليه جبناها على الاكس ماينس انفينيتي وبلس انفينيتي؟ لانه انا قايل لك برهن الواي ايكوال تو زيرو هي هوريزونتال اسمبتوت صح؟ انت مش اتفقت معي انه الاكس اوكي هو واي ايكوال تو زيرو شو بتقول الرول تبع واي ايكوال نمبر نمبر لازم تجيبوا الليمت از اكس تنس تو وات انفينيتي مظبوط؟ لانفينيتي بس ما في بالانفينيتي ما في شيء اسمه انفينيتي مش مثل ال4 بلس و4 ماينس 4 هوريك نفس الرقم بس الانفينيتي في اثنين انفينيتي في بلس انفينيتي وفي شو وفي ماينس انفينيتي قبل تجيبي الليمت على الماينس انفينيتي لحال والليمت على البلس انفينيتي لحال كرمال نعرف طب بلكي وحده منهم طلعت والثاني ما طلعت زيرو فهمتوا كيف لنعرف مين هي اللي بتعطيني زيرو هلا هون صراحه مسائله اثنيناتهم حيعطوني سيم انسر بس لبعدين مش حتكون دائما اوكي فانا بعمل اللي علي بجيب لازم يطلعوا نمبرز هات نشوف الليمت اوف جي اوف اكس از اكس تنس تو ماينس انفينيتي لكن قلنا الليمت للهايست ديجري اوفر هايست ديجري عملنا سمبليفاي طلعت 1 اوفر اكس يعني 1 اوفر وات تحت ماينس انفينيتي 2 تايمز ماينس انفينيتي هي ماينس انفينيتي صح 1 اوفر ماينس انفينيتي بنعرف انه هو بعالم الليمتس نمبر على انفينيتي شو بيطلع؟ بيطلع زيرو سيم تو ذا ليمت از اكس تنس تو وات بس انفينيتي في شيء حيفرق شيء هون الفرق بس حيصير هون 1 اوفر شو بلس انفينيتي اللي هي كمان شو زيرو هلا ممكن تلميذ يجي اذا حطيت هون 0 ماينس هون 0 بلس ما فارقه معي صراحه فيك تحطها فيك اوكي انا بيهمني انه شو طلع الانسر اثنيناتهم طلعوا ايكوال تو شو نمبر 0 ايكوال نمبر 0 معناتها عندنا لاين واحد الواي ايكوال تو 0 اللي هو مين المقصود فيه ويتش از مين الاكس برايم اكس هوريزونتال اسمبتوت هيدا شو نوعيته بيكون هوريزونتال اسمبتوت بالهوريزونتال بنحدد على اي جهه هوني ات وات على الجهتين يعني ات ماينس بلس انت اند ات بلس انت بس بالهوريزونتال بنحدد وين مش بالفيرتيكال اتفقنا حتى فوق نسيت اقول هون لما قلنا واي ايكوال تو فوق انا كنت سالك عن الليمت از اكس تنس تو وات هون بلس انفينيتي فهي بلس انفينيتي بلس مش الحال يس طيب هلا هودي اللي انا بهمني اشرحه اليوم كانت اللي هن فيرتيكال وهوريزونتال اسمبتوت هلا في شغله هيدا الابلكيشن بس بدكم تحلوها بكره هيدا مثل هوم ورك اذا بدكم تحليها انا بعثت لكم اياها بي دي اف عندكم اياها احنا شرحنا هلا الكورس او الابلكيشن بس هون في شغله بدكم تعرفوها لكل فانكشن من هول لازم تجيبوا اول شيء الدومين اوف ديفينيشن حساعدكم انا مثلا باول وحده بتجيبوا الدومين مذكرين كيف بتجيبوا الدومين ياخذوا كونديشن بالدينوميتر ديفرنت من مين من زيرو
يعني هون مثلا بتطلع الاكس ديفرنت من مين؟ من زيرو. الدومين هون بيطلع ماينس انفينيتي زيرو يونيون زيرو بلس انفينيتي، صح؟ مين الغلط؟ تذكرتوا كيف نجيب دومين ولا لا؟ اكيد يعني ليش سؤالي انا؟ سؤالي فايند ذا اسمبتوت، انت بقى تلاقي مش انا حاسالك في فوق. فشو بتجي بتعمل انت؟ فور ايفري فانكشن من هول اربعه بتجيب اول شيء الدومين، ثاني شيء بتجيبوا الليمتس كلهم على الاوبن باوندريز، على كل اوبن باوندري بتجيبوا الليمتس. يعني هون مثلا كم ليمت بدي اجيب؟ عندنا ماينس انفينيتي، نعم، عندنا زيرو ماينس، هيدي زيرو ماينس ها، وعندنا زيرو بلس، وعندنا شو هون؟ بلس انفينيتي. انتوا صراحه حتجيبوا كم ليمت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح؟ مش عندي أربعة open boundary صح؟ لا استنونا بس هن حيعطيكم بس two asymptotes لأنه يعني هلا الليمت على الماينس انفينيتي وعلى البلس انفينيتي حيعطيكم same answer هيطلع number وبالتالي بيستنتج إنه y equal هو horizontal asymptote، مفهومي ولا لا؟ وعلى الزيرو بتشوف الليمت على الزيرو ماينس والليمت على الزيرو شو؟ بلس، حيطلعوا اثنيناتهم انفينيتي، واحد بلس انفينيتي وواحد شو؟ ماينس انفينيتي. الحالتين هيطلع عندكم x equal vertical asymptote و y equal vertical، يعني هيطلع عندكم واحد vertical و واحد شو؟ واحد horizontal. ال 1 وال 2 وال 3 مثل بعض. هيطلع عندكم بس 2 asymptotes، 1 horizontal و 1 شو؟ 1 vertical. بس بالنسبة لل part 4 بعد ما تجيبوا الدومين هتلاحظوا حيعطيكم 2 vertical asymptotes و 1 horizontal، يعني ال part 4 حيعطيكم 3 asymptotes مش بس. اوكي؟ try to solve this application لتومورو وبكره نحن نعطيكم السوليوشن تبعكم مناش الحل تبعكم. اوكي بس بكل الاحوال اليوم رجعوا راجعوهم هدول عشان تعرفوا تحلوهم. اوكي فكره انه horizontal و vertical. any question؟ no. اوكي هنسكر هلا وهلا شوي ببعثكم بس ليخلص الريكورد ببعثكم اياه على كلاس. اوكي Okay. See you tomorrow. Bye.